جينا الانصاف اللي بغينا على جينا وحتى جينا على 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 الانصاف اللي بغينا على جينا وحتى جينا. نقف اليوم وقفة احتجاجية أخرى ضد المكتب المسير لودادية الأندلسية بسبب الخروقات التي مارسها وما زال يمارسها. فهذا المكتب ضرب حصارا تاما على الودادية ولم نعرف أشياء حتى يعني قمنا ببحث مضني بحث كثير وتمكننا من معرفة عدد المنخرطين. أولا نذكر بأننا نحن ودادية أندلسية، تمكننا بعد بحث مضني من معرفة عدد المنخرطين اللي هو 151 منخرط، وهذه 151 منخرط تم النصب عليها وتم الاستهتار بأموالها والتصرف في أموالها بدون حق وبدون قانون. فالمكتب المسير ضرب حصار على الودادية، وكذلك أنه اشترى أرضا غير صالحة للبناء. هذه الأرض هي أرض فلاحية غير مجهزة، والدليل على ذلك أن لحد الآن الأرض فهي خارجة عن تصميم التهيئة، وكذلك أن الودادية يعني تأسست 2009 ونحن في 2021 ولا زال ليس هناك أي شيء، يعني ليس هناك لا تجهيز قنوات الحوار مع رئيس الودادية. لا قنوات الحوار كانت نسبيا مفتوحة، ولكن نحن الآن بصدد القضاء، نحن الآن في المتابعة القضائية للمكتب المسير، ومررنا من الضابطة القضائية ونحن كذلك بعد ذلك يعني مررنا من عند قاضي التحقيق واكتشفنا مجموعة من الخروقات كما ذكرت، ونتمنى خيرا من القضاء أن ينصفنا لأننا اكتشفنا عدة أمور من بينها أنه هناك يعني تصرف في مال الودادية بدون قانون، وأنه لم يعطي السند القانوني لأموال تصرف فيها من بينها 209 مليون. هو كان يصرح أن الأموال التي تم جمعها من المنخرطين هي 1.8 مليار، وأدلى شفويا بتقرير مالي، ولكن خلال التقرير المالي وجدنا أن هناك 209 مليون لم يصرح مآل ديال هاد 209 مليون. ثم هناك عدة خروقات ومن بينها تزوير، أنه قدم للضابطة القضائية وثائق مزورة على أساس أنها هي أولا قدم وثائق أو لدينا نحن وثائق تبين أن القانون أو التأسيس تاريخ تأسيس الولادية هو 2009، وقدم للضابطة القضائية قدم وثائق مؤرخة في سنة 2011، يعني هناك كذلك تزوير. إذن هذا المكتب المسير هو قام بعملية النصب والتزوير والتصرف في أموال للمنخرطين، يعني أموال مشتركة، ولحد الآن لم يقم بأي شيء. اقتنى أراضي غير صالحة للبناء وأراضي بها وعد للبيع ومرهونة، يعني بدد أموال المنخرطين، ونحن ملفنا الآن بالضابطة القضائية، نتمنى خيرا ونريد الإنصاف، ولهذا الغرض نحن هنا، نتمنى من القضاء أن ينصفنا من المافيا العقار بملي ملال، وشكرا. احنا واحد المجموعة ديال الناس نخرطوا في ودادية الأندلسية. هذه الودادية ديال الأندلسية تأسست في 2009 ونتوفر على محضر تأسيس، وهذا السيد تلقى مع واحد ثلاثة الناس، دار واحد الأمين ودار مع واحد الكاتب، وهو يطلق ديك الدعاية ديال أنه عنده العرض وشرى العرض، وأن الناس غادي في أبعد تقدير 3 سنين غادي يسلموا لهم البقع ديالهم. إذن اللي انخرطي يعلم الآخر، وبدأ هذا الاقتناص ديال المنخرطين، وتيحاول ما أمكن أنه ما يركش المنخرطين في منطقة معينة. كاينين المنخرطين في سوق السبت، في تادلة، في ووزق، في المهجر، يعني مجموعة من دار واحد التركيبة تما ديال الناس من المغرب كامل. استمرت هذه العملية، في اتصالات ديالنا تيقول لنا ودي الأمور راه غادية مزيان،
النهار جيت انا بعدا كشخص باش انني نخرت ورى لي واحد العرض ومعايا الناس منخرطين اللي نخرطوا قبل مني وقال لك ها العرض اللي شرينا. قلت لي راه ما عنديش الفلوس كاملين. قال لك ماشي مشكل. مشيت عندي 80000 درهم مشى معايا لابونك فيرسيتا خديت التوصيل ديالي الله يعاون. واحد الوقيته تبين بان الناس تنخرطوا ولو 6 المليون و5 المليون وما معنى الانخراط في الوداديه. ما يمكنش انك تنخرط في الوداديه الا ما عندكش ترخيص من رئيس ديال الوداديه، لان مالي لابونك ما تعرفوش واش باقي عندك بلاصه تما ولا ما باقاش. الوغ هو تيمشي معاك وتيقول لهم راه كاينه بلاصه شدوا من هذا السيد. القانون الداخلي ديالنا واضح فيه واجب الانخراط هو 100000 درهم 10 المليون، وهو تيقبل الناس ب 6 المليون و 8 المليون وفي الاخر تيقول لنا وراه ما كملوش ليا الفلوس. فاش جينا ما كملوش ليا الفلوس لقينا هو تيصرح عند الشرطه بان شد مليار و 800 مليون، يعني 151 منخرط، يعني فاتوا ذاك الانخراط. الا ان هذا السيد هذا حاول ما امكن باش المنخرطين كل واحد واللعب اللي تيلعب معاه وتيعطي الفلوس نقدا. الاطراف المتهمه في الكاتب الرأي الامين والرئيس والكاتب ثلاثه الناس اعضاء المكتب. مؤخرا جاب واحد محضر تأسيس ودار في 2011. حنا ملي جينا لقضية التحقيق عطينا ديال 2009 وعطينا ديال 2011. إلا اللي عافاكم شوفوا شو شكون اللي هو اللي صحيح. شنو لقينا؟ لقينا بأن السيد دار 2011 باش يزيد ليها واحد 7 سنين اللي كاينة في القانون الأساسي ديال الانتداب باش يولي في 2018. علما أن الصلاحية ديالو انتهت في 2016. بقوة القانون 2016 انتهت الصلاحية ديالو، وهو ما دارش وعد به البيع حتى 2019. المطالب ديالكم حاليا؟ المطالب ديالنا أن الملف ديالنا عند العدالة. نتمنى أنه ياخذ الملف ديالنا المسار اللي هو طبيعي ويحاكموا هاد الناس بما تراه المحكمة تيليق بهم.